السلام عليكم أعزائي التلاميذ، ومرحبا بكم من جديد على قناة تي إن تي. هذا الفيديو هذا فهو غير مختص لدرس أو شيء من هذا القبيل، وإنما هو تحذير للبلاغات الزائفة التي يتم نشرها. وردوا بالكم، عندك شي واحد فيكم يمشي ينشر شي بلاغ اللي هو زائف أو لا كاذب، أو لا يمشي يقاد شي صورة بالفوتوشوب ويحاول ينشرها، راه غادي يتعرض للمتابعة اللي هي قانونية. راه يقدر هو بغى يضحك مع صحابه، بغى يشد فيهم إلى غير ذلك، بغى غير يسميتو، ولكن في الاخر غيلقى راسو وسط المحاكم. كما شفنا هذه الايامات هادو، انه تم اصدار واحد البلاغ اللي هو يعني زائف، حول ان هذه السنه فهي سنه دراسيه اللي هي بيضاء، يعني ما غادي يكون والو، كل شيء غيبقى في الاقسام ديالو الى غير ذلك. فهذاك الشخص اللي نشر هذاك الخبر فهو دابا متابع قانونيا. اشنو ربح من هذا الشيء؟ ما نعرفش شنو هو ربح، والو. بغى غير ينشر واحد الخبر اللي هو زائف ويشد صحابه، ولا ما نعرف شنو كانت النية ديالو. هو دابا معرض لمتابعة قانونية. وغادي نوريكم البلاغ. البلاغ اللي كاين هو يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، هذا كان خريبكة، أنه على إثر ما تم نشره وتداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري بشأن بلاغ كاذب منسوب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي حول الإعلان عن سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات الدراسية، وبعد إجراء بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة، تم من خلاله التوصل إلى هوية مرتكب الفعل والذي تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وبعد تقديمه أمام النيابة العامة تمت متابعته واستدعي للمثول امام المحكمه لمحاكمته من اجل الافعال المنسوبه اليه. هو دابا بغى يلعب، بغى يضحك، ما نعرف شنو، ها هو ولا في مداوله دابا، بدا بحال داك البرنامج ديال المداوله اللي كيدوز في الاولى. ردوا بالكم الدراري، ما تنشروش شي خبر اللي هو زائف، بغيت تشد صحابك، ما تنشرش شي حاجه في فيسبوك. خد بالك، يعني حذاري من الاخبار الزائفه، راه اللي دار شي خبر زائف ولا شي حاجه كيتعرض للمتابعة القانونية. هادشي اللي بغيت نوصل لكم هذا الفيديو هذا، وشكرا، وإلى اللقاء، نلتقي في فرصة أخرى.